السلام عليكم. الموقع ده كويس جدا، اسمه ريموف بي جي. مجرد بس ان انت تختار الصورة، اي صورة انت عايزها، وليكن مثلا الصورة ديت، هو اوتوماتيك بيبدأ يحذف منها الخلفية، تمام، بالشكل دوت. ممكن تعملها داونلود اوتوماتيك، تمام، او تقول له انا عايز اركب عليها خلفية، او تعملها شير على التويتر او على الفيسبوك. ممكن تقول له اديت وتقول له باك جراوند، تختار انت خلفيه من عندك من على الجهاز، او تختار خلفيه من الخلفيات دول. زي ما انت شايف قطعها مظبوط بشكل سريع، ما خدش وقت. تقدر تعمل بس خلفيه بالشكل دوت، اي خلفيه من الخلفيات دي تحطها، وتروح مسيف الشغل بتاعك. لو انت عايز ترسم تقدر ترسم، وتقول له بعد كده انا عايز اعمل سيف، فيروح مسيف لك الصوره دي عندك على الجهاز بتاعك.